السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيدايرنا الشباب؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على الأدريس ماك أو الماك أدريس، يعني كيفاش نعرفوا الماك أدريس ديال البي سي ديالنا. أولا ماك أدريس هي ماك أدريس اختصار لميديا أكسس كنترول أدريس، اللي كتعني يعني عناصر التحكم في الوصول إلى الوسائط. يعني شنو هو الماك أدريس؟ يعني هو عبارة عن رقم تعريفي للجهاز الخاص بنا. يعني أي بي سي، أي شخص عنده واحد البي سي ديالو، يعني عنده واحد الماك أدريس ديالو، عنده واحد الرقم التعريفي ديالو خاص به. يعني هاد يقدر يكون في بي سي كمبيوتر محمول، يعني كيف ما بغى يكون هاد البي سي، هذا عنده واحد الماك ادريس ديالو خاص به. وهاد الماك ادريس هذا خاصكم تعرفوا انه ما كيتغيرش، وما يمكنش يتحذف، وما يمكنش يكون مكرر. يعني عندي انا وعند واحد اخر، وعند يعني كل بي سي عنده ماك ادريس خاص به. يعني كنستعملوا هذا الماك ادريس يعني باش كنحميو الشبكه ديالنا. نمشيو للبراتيك، يعني نحاولوا كيفاش نعرفوا الماك ادريس ديالنا. دخلوا السي ام دي جيت ماك، كيف ما كتشوفوا هذا هو الماك ادريس ديالنا. نشوفوا في الباور شيل، ويندوز باور شيل، نجيو هنايا نديرو سي ال اس اكزايت، مشى. نجيو هنايا جيت ماك، كيف ما كتشوفو ها هو هذا هو الادريس ماك ديالنا. او طريقه اخرى ممكن نعرفه من هنايا، go to setting ethernet هو physical address ماك، كيف ما كتشوفوا الاخوان هو هذا. جيو ثاني نديرو هاد لا كوموند هادي get net ادابتر، والنت انترنت، شوفو كتشوفو هذا هو الادريس ماك ديالنا. يعني بالنسبة للاستعمالات مثلا اللي كنستعملو، مثلا غير بالنسبة للواي فاي، مثلا الى مثلا شي واحد مثلا بغيت كونيكتا بالواي فاي ديالنا ولا شي حاجة، ومثلا كنا حنا ندير واحد المسألة ديال بالادريس ماك، يعني كنخليو غير الناس اللي اوتوريزين، غير بعض الناس اللي عندهم واحد الادريس ماك اللي عارفهم انايا، هما اللي تنخليهم يتكونيكتا. يعني واحد لو بيرسون اخر، يعني واخا يهاكي يعني الواي فاي ديالي، يعني واخا يحصل على القنص السري، يعني ما يمكنش يتكونيكتا. واخا يدخل يتكونيكتا بيه، يعني ما يدخلوش الانترنت، ما يدخلوش الجوجل، ما يدخلوش اليوتيوب. يعني كيكون الفلتراج، يعني كتفلتر، يعني تخلي غير خمسة الناس ولا ستة، غير الناس ديال الدار. يعني واخا جيرانكم يعني بيراتيو، يعني مثلا الواي فاي ديالكم، يعني كتعطي غير الناس محدودين اللي ممكن يتكونيكطاو بهذاك الواي فاي. كنتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو هذا على الادريس ماك، يعني كيفاش تعرفوها. هاي اللي مكونة من ستة الارقام، يعني مزوجين واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة، كيف ما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسوش اشتراك ولايك وتفعيل الجرس بس يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.